السلام عليكم ورحمة الله. إذا غنكملو الدرس ديالنا اللي هو التوالد عند الإنسان. إذا توقفنا عند العلاقة بين دورة المبيض ودورة الرحم. تكلمنا أن المبيض عن طريق الجريب اللي كينمو هنا، كما كتشوفوا هنا نمو الجريب، إذا هذا هو الجريب. الجريب حينما ينمو كيقوم بإفراز هرمون الأستروجين، اللي هو هذا هرمون الأستروجين. هرمون الأستروجين كما كتشوفوا كيساعد في نمو مخاطة الرحم اللي كتكون قبل الحيض اللي فات، كتكون انهارت وتسببت بدم الحيض. إذا هنا كتزاد إنتاج هرمون الأستروجين بما أن الجريب كي ينمو، فكتزداد في نفس الوقت السمك ديال مخاطة الرحم. إذا هناك علاقة بين المبيض والرحم. حتى كنوصلوا اليوم 14، كنوصلوا اليوم 14. بالنسبة بعد اليوم 14 حينما كتتم الإباضة كيتكون عندنا الجسم الأصفر. إذا الجريب يصبح جسم أصفر. الجسم الأصفر كيفرز إضافة لذلك هرمون آخر اللي هو الجسفارون، اللي كتشوفه بالأخضر. إذا كيزداد تركيز الجسفارون، وهذا التركيز ديال الجسفارون حينما يزداد يساعد في نمو مخاطة الرحم أكثر، وكيتكون لك التخاريم في مخاطة الرحم. كيتكون التخاريم في مخاطة الرحم. بعدها في اليوم 28 كنلاحظوا ضمور الجسم الأصفر بعد تمام نموه، و كيتوقف بالتالي مي كيضمر الجسم الأصفر اللي كينتج لنا الهرمون ديال الجسفارون، فإن هذا النمو المخاطة في الرحم غادي يتوقف، بالتالي غتنهار مخاطة الرحم وغيتسبب لنا الحيض مرة أخرى. إذا هنا نتكلموا على اليوم 14 اللي هو الإباضة. إذا في اليوم 14 اللي هي الإباضة كتم إفراز، إذا قلنا بويضة، إذا كتسمى بذلك الإباضة. إذا نقدروا نشوفوا فيديو للإباضة، هو هذا. نعاود الفيديو باش نشوفه من جديد. اذا هنا كتتم عملية الإباضة، كتلاحظوا هنا عملية الإباضة كتوقع هنايا. نتابع. اذا في الإباضة هذا هو المبيض. اذا المبيض يعطينا يفرز لنا بويضة، كتسمى اذا العملية إباضة. اذا كما قلت لكم هذه هي البويضة كتمر عبر هذا هو قناة المبيض. اذا هاد البويضة كيجي حيوان منوي كيحيط بها كيخترقها، كما شفنا بالنسبة للحيوانات كيخترقها، كيلتحم بالنواة ديالها، نواة الحيوان المنوي، نواة البويضة، وكيكونون بيضة. إذا كتكون البيضة، إذا هذا هو ما يسمى الإخصاب. إذا كتكون البيضة، إذا هما الحيوانات المنوية كتقترب من البويضة، هذه هي البويضة. إذا هاي وقعت الإخصاب، ها هو بداية الانقسام، البيضة تنقسم. إذا هنا في البيضة تحدت الحيوان المنوي والبويضة، تحد النواة ديالهم وعطتنا البيضة. البيضة تبدأ بالانقسام ديالها، ها هو الانقسام الأول، ها الانقسام الثاني إلى أربعة الخلايا، وكتبدأ عملية الهجرة. كتوالى الانقسامات وكتبدأ عملية الهجرة ديال البيضة اللي بدات تنقسم. هما كيتكونوا
كيتكون عدد من الخلايا وكيتنظموا على شكل أنسجة. إذا كيتنظموا على شكل أنسجة وكتبدا نبضات القلب كما كتشوفوا هنايا. إذا هذا 5 أسابيع كيبدا يتكون لنا الأعضاء ديال الجنين كما كتشوفوا. هذه 8 أسابيع، 8 أسابيع في الطول، 8 أسابيع الطول ديالو. إذا أنا عاود نشوف، إذا 8 أسابيع كيولي عنده فيه 3 سنتيم الطول ديال الجنين، والرجلين ديال الرجل ديال هذا الجنين كتكون واضحة كما كتشوفوا. هذه رجل الجنين كتكون واضحة، ممكن نشوفوها. الأيدين أيضا كيدير واحد الحركات غير إرادية، لكن الأم ديالو ما كتكونش حاجة كتحس بيها. إذن هناك بعدها كياخد التسميد ديال الجنين إلى غير ذلك. إذا هنا مجموعة ديال المراحل كنشوفوها. إذا حنا نرجعو للدرس ديالنا. إذا عندنا كما قلنا الإباضة، بعد الإباضة ستحدث الإخصاب. إذا كان التقاء، إذا كان حيوان منوي موجود غادي يوقع ما يسمى الإخصاب. إذا ها هو العنوان ديالنا، هو الإخصاب، من الإخصاب إلى التعشيش، أو الإخصاب ومصير البيضة كما كتشوف. إذا فترة الخصوبة، فترة الخصوبة هي فترة يمكن أن يحدث فيها حمل. إذا المرأة عندها ما يسمى فترة خصوبة، هذه الفترة الخصوبة يمكن أن يقع فيها حمل عند المرأة، وتكون لسيدة لها دورة حيضية منتظمة 28 يوم من اليوم 10 إلى اليوم 17 من الدورة الحيضية. إذا هذه الفترة الخصوبة كتمتد من اليوم 10 إلى اليوم 17. والإخصاب بعد اتصال جنسي، إذا حينما يحصل اتصال جنسي تنتقل بالتالي الحيوانات المنوية داخل المسالك التناسلية الأنثوية في اتجاه الصيوان، حيث تلتقي بالبويضة. يدخل حيوان منوي واحد وتتحد دون الصوت، بعد ذلك تلتحم نواة الحيوان المنوي بالبويضة وتشكل البويضة. إذا هنا نقدروا مثلا نشوفوا فيديو آخر من الإخصاب إلى التعشيش. نشوفوا من الإخصاب إلى التعشيش، نشوفوا هذه المراحل. إذا هنا كتشوفوا مصير البيضة. إذا ها هو الفيديو ديالنا. إذا نعاودوه من الأول. إذا عندنا هنا، هنا عندنا الرحيم، عندنا هنا المبيض، وهنا عندنا انفيرتيليزيت ايج. انفيرتيليزيت ايج يعني بويضة غير مخصبة، أكيد كتكون عندنا بويضة غير مخصبة. نشوفو إذا البويضة يتم طرحها في اليوم 14 اللي هو الإباضة، كتوقع لنا الإباضة. لاحظوا هنا وقع اتصال جنسي، وقع اتصال جنسي بين رجل ومرأة. إذا يتم طرح الملايين ديال الحيوانات المنوية، تقريبا 300 مليون حيوان منوي في المهبل. كيخترقوا عنق الرحيم، هو هذا، وبعدها الرحيم كما كتشوفوا ها هما مخترقين عنق الرحيم، ثم كيتجهوا نحو قناة المبيض. هذه هي البويضة كتكون في الانتظار، هذه هي البويضة،
وكيلتحم حيوان منوي واحد. إذا هذا هو الحيوان المنوي، هو هذا. إذا هذه البيضة، اللي هي غير مخصبة، أو كيخترق الحيوان المنوي البويضة. إذا هذه فترة البيضة، إذا الفترة ديال البيضة كتسمى بداية الفترة ديال البيضة، وهنا بداية الانقسام، الأول 36 ساعة كما كتشوف هنا. 36 ساعة عندك هنا الطور ديال الخليتين تو سيل ستيج، بعدها 48 ساعة فور سيل ستيج، إذا طور أربعة الخلايا. وفي نفس الوقت كما كتلاحظوا وقع الإخصاب، وهنا غادي هاد البيضة كتبدا بالانقسام والهجرة في نفس الوقت نحو الرحم. إذا هي كتجتاز قناة المبيض نحو الرحم كما كتشوفوا، والانقسام في نفس الوقت 16 32 بعد 3 أيام. إذا هنا 32 خلية توصلات. إذا هنا ما يسمى التعشيش، لانيداسيون، كيوقع هنا التعشيش كتشوف هنا. Implantation began and cell division continue. إذا هنا كيوقع لامبلونتاسيون، إذا التعشيش كتامبلونتا، كيوقع لانيداسيون ديال هاد ما يسمى المضغة، كتولي التسمية ديال المضغة. إذا كتامبلونتا في مخاطط الرحم، والانقسامات مازال مستمرة. عندنا حنا دابا حنا وصلنا في اليوم السادس، السابع، إذا حنا في مرحلة ديال التعشيش كما كتشوف العنوان التعشيش. إذا هنا استمرار ديال التعشيش وبداية الاختلاف أو التفريق، بداية التفريق، هنا اليوم 12، اليوم 14 كما كتشوفوا. إذا هنا بداية الطور الجنيني، هنا نتوقفوا بداية الطور الجنيني باش نكملوا من هنا. إذا العنوان التالي ديالنا هو مصير البيضة. مباشرة بعد الإخصاب تبدأ البيضة في الانقسام كما قلنا، وتنقسم إلى خليتين ثم أربع خلايا، وهكذا تتوالى الانقسامات، ثم إلى مضغة حيث تتقدم المضغة وتصبح عبارة عن ثوثية، كتصبح التسمية ديالها توتية على الشكل ديال توتة، لتصل إلى جوف الرحم في اليوم السادس. وفي اليوم السابع تلتصق بمخاطط الرحم وتثبت، وهذا ما يسمى التعشيش. إذا هذا ما يسمى التعشيش كما كتشوف. إذا لنتابع. إذا نمو الجنين وأهمية المشيمة، كما كتشوفوا. إذا تدوم فترة الحمل حوالي 270 يوم، وتنقسم إلى مرحلتين. المرحلة الجنينية كتكون فيها المضغة تبدأ من الإخصاب إلى بداية الشهر الثالث، يتم خلالها تشكل أهم أعضاء الجنين كما كتشوفوا. إذا نشوفوا هذه المرحلة الجنينية، إذا ها هو الإخصاب هنايا، هنا التعشيش، هنا اليوم 15، طول 1.5 مليمتر. بعدها بقليل كتبدا بداية تكوين القلب وبداية تفريق الجهاز العصبي. إذا نزيدو نستمرو، اليوم 21 طول 2.5 مليمتر، هنا كيبدأ بعدها ظهور الأطراف العلوية. اليوم 30، طول 4.5، هنا كنعتقد سنتيمتر، 4.5 سنتيمتر، ظهور الأطراف العلوية، بعدها ظهور الأطراف السفلية والرئتين، القلب بخمس فجوات، بعدها
عندك اليوم 45، اليوم 45 17 مليمتر، أصابع اليد ملتصقة، أصابع اليد ملتصقة، القلب بأربع فجوات، بعدها انفصال أصابع اليد. اليوم 60 طول 30 مليمتر، اليوم 60 طول 30 مليمتر، إذا هي 3 سنتيم، هي 3 سنتيم. لنتابع. إذا عندنا هنا ثم المرحلة الحميلية، المرحلة الحميلية ونمو الجنين وأهمية المشيمة من الشهر الثالث إلى نهاية الحمل، ويتم خلالها نمو أعضاء الحامل كما كتشوفوا. إذا فهنايا إذا المرحلة الحميلية الشهر الثاني طول يكون 3 سنتيم، بعد شهرين ونصف حركة الجسم والعنق، إذا حركة الجسم والعنق والأطراف. الشهر الرابع كيكون عنده الطول 135 مليمتر، يعني 13.5 سنتيم. في الشهر السادس أو الشهر الخامس إحساس الأم بحركة الحامل. الشهر السادس طول الحامل 230 مليمتر، يعني 23 سنتيم. في الشهر التاسع الحامل طول ديالو 500 مليمتر، يعني 50 سنتيم، نصف متر. هذه إذن هي المرحلة الحميلية. إذن عندنا الحمل هنا ميزنا بين مرحلتين، المرحلة الجنينية تبدأ من الإخصاب إلى بداية الشهر الثالث، تدوم شهرين يتم خلالها تشكل أهم أعضاء الحامل، والمرحلة الحميلية تبدأ في الشهر الثالث وإلى نهاية الحمل يتم خلالها نمو الأعضاء المشكلة. وخلال الحمل ينمو الجنين، المرحلة الجنينية والحامل، المرحلة الحاملية داخل كيس يسمى الكيس السلوي الذي يحميه. إذا كيكون الجنين ثم الحامل داخل كيس يسمى الكيس السلوي يحميه. يرتبط الحامل بجسم أمه بواسطة الحبل السري والمشيمة، وتتميز هذه الأخيرة بمساحة تماس كبيرة. إذا المشيمة هي واحد الرباط بين الأم والحامل ديالها، وكتكون واحد مساحة تماس كبيرة اللي هي 14 متر مربع، واحد المساحة كبيرة. تتم عبر هذه المشيمة تبادلات بين دم الأم ودم الحامل دون أن يمتزجا. إذا هذه المساحة الكبيرة كتسمح بواحد التبادلات اللي هي تبادلات تنفسية O2 وCO2، وتبادلات اغتياتية اللي هي مواد القيت، تبادلات إبرازية اللي هي البول والفضلات. تقدر تعبر في المشيمة كذلك بعض المواد الكيميائية كالأدوية، النيكوتين، المخدرات. إذا بالنسبة للأم اللي كتعاطى هذا الشيء هذا، إضافة إلى بعض المتعديات المجهري كالحمات والبكتيريات، أيضا الميكروبات ممكن تمر عبر المشيمة. إذا الفقرة الثانية هي الولادة والوضع، نشوف هذا الشريط هذا، هذا الشريط ديال الولادة. نحاول نكبره. إذا أول مرحلة كيوقع اتساع عنق الرحم كما كتشوفوا، اتساع عنق الرحم. المرحلة الموالية كما كتلاحظوا كيتسع عنق الرحم باش يمر الرأس للحامل. إذا كتؤدي تقلصات عضلة الرحم إلى اتساع عنق الرحم، فيسمح باندفاع رأس الحامل نحو المهبل، ويتمزق السلة كما كتشوفوا، كيتدفق السائل السلوي. بعدها كيوقع عمليه طرد الحامل، وكتقوى تقلصات الرحم وتؤدي الى طرد
طردي الحامل خارج المهبل حيث تمتلئ رئتا المولود بالهواء فيطلق صيحته الأولى، وبعد ذلك يتم قطع الحبل السري. بعدها ما شفنا شيء، خلاص تستأنف تقلصات عضلة الرحم تطرد المشيمة إلى الخارج مع ما تبقى من الحبل السري. إذا ها هما أهم مراحل الوضع، كما كتشوفوا اتساع عنق الرحم، طرد الحامل، ثم الخلاص كما كتلاحظوا. إذا عندك اتساع عنق الرحم، طرد الحامل، الخلاص كما كتلاحظوا. اتساع عنق الرحم، طرد الحامل، ثم الخلاص. إذا المرحلة الأخيرة الثالثة، ولا ماشي الأخيرة، قبل الأخيرة، الإرضاع. إذا الإرضاع، إذا بعد الولادة تعوض تغذية الحامل عن طريق الثدي. تعوض تغذية الحامل اللي كتتم عبر المشيمة عن طريق الثدي، وتعتبر حليم الأم الغذاء الأولي للمولود، ويزوده بالعناصر الضرورية اللي هي البروتينات والدهنيات والفيتامينات والأملاح المعدنية، إضافة إلى مضادات الأجسام التي تحميه من بعض الأمراض. ويتم تقديم هذا الحليب في درجة حرارة 37 من دون تلوث. إذا هو كنشوفوا عملية الإرضاع. إذا هنا كنكونوا أنهينا هذه الحصة هذه. إذا الفقرة المريضة خصنا نتكلموا فيها على موانع الحمل وتنظيم النسل، وكنشكركم على الانتباه ديالكم.